جريمة مروعة في عكار، أم تذبح طفلتيها على فراش النوم. مالي يا أختي أنت يا حبيبتي؟ قولي يا أخي يا أبو علاء، قولي يا أبو علاء سلامتك يا أمي. نزلنا لقينا بنت من البنات، هن عندها بنتين، ذابحة وحدة طعنتها بالسكين برقبتها، والثانية كمان محاولة تذبحها بس الهيئة السكين ما ساعدتها. وراحت سلمت حالها للجيش دوري على الفور يعني. في ذكرى 13 نيسان اطلاق لائحة المفقودين في كل لبنان. ولن نصوت الا للوائح التي تتبنى في برامجها الانتخابية قضية المفقودين بشكل واضح لا لبس فيه. باسيل على رأس وفد بين بكركي والطشناق. بهمنا انه الارمن ياخذوا حقهم وتمثيلهم الكامل مش بس بالنيابه. الجميل ينتفض من كركي على الماده 50. تطلب من فخامه الرئيس يرد هذا القانون باكمله يلي بيتضمن مخالفات دستوريه كثير 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 كبيره وكثير عديده. جمعه رفع العلم الفلسطيني، مسيرات واصابات برصاص الاحتلال. أهلا بكم. الآن نبدأ نشرة الظهيرة. في الذكرى 43 لاندلاع الحرب الأهلية التي تصادف اليوم، يعود ملف المفقودين والمخطوفين إلى خيمة انتظار الأهالي المحروقين على أبنائهم الذين خطفوا من بين أمهاتهم وأبنائهم في فترة الحرب المشؤومة. وفي خضم حرب الانتخابات النيابية العامرة، ذكرت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين المسؤولين بضرورة كشف مصير أبنائهم المدرجة أسماؤهم على لوائح الشطب. وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي لائحة المفقودين في كل لبنان، مطالبة اللوائح الانتخابية المتنافسة بحمل هذه القضية إلى مجلس النواب. أما المسؤولون السياسيون فاختاروا التغريدة في المناسبة، وفي مقدمهم رئيس الحكومة سعد الحريري قائلا: 13 نيسان 1975 يوم أسود أضرم نار الفتنة بين اللبنانيين وشرع الأبواب لسقوط الدولة، نتذكره ليبقى عبرة لمن يجب أن يعتبر. وأضاف الحريري أن الخروج على الشرعية والعيش المشترك باب من أبواب جهنم. جريمة مروعة هزت عكار، حيث أقدمت أم على ذبح طفلتيها بسكين على فراشهما، فقضت إحداهما فيما أصيبت الأخرى داخل منزل العائلة. وفي التفاصيل، بحسب مراسلنا في عكار عصام رجب، أنه بعيد منتصف الليل أقدمت الوالدة رقية خاء عين داخل منزلها على ذبح ابنتها عائشة وعمرها 9 سنوات، ما أدى إلى وفاتها على الفور. ثم حاولت ذبح ابنتها الثانية سارة 6 سنوات، فأصيبت بطعنة في رقبتها قبل أن تتمكن من الفرار، وقد تم نقلها إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات للمعالجة، وحالها الصحية مستقرة. وبعد ارتكابها الجريمة، توجهت الجانية إلى مركز حاجز شدرة العائد للقوة المشتركة، وصرحت بأنها قتلت ابنتها وسلمت نفسها. وتفيد المعلومات بأن الأم تعاني اضطرابات نفسية وعقلية سابقة. يذكر أن والد الطفلتين هو رقيب أول في الجيش اللبناني، وكان في خدمته في أثناء وقوع الجريمة. اللي صار أنه بالليل الساعة 12 بالليل فقنا على عكرة عند جيراني هون، نزلنا لقينا بنت من البنات، هن عندها بنتين، ذابحة وحدة طعنتها بالسكين برقبتها، والتانية كمان محاولة تذبحها بس الهيئة السكين ما ساعدتها. وراحت سلمت حالها للجيش دوري على الفور يعني. وسعفنا البنت اللي ضلت طيبة، سعفناها على المستشفى، هلا حالتها منيحة مستقرة. وهذا كل شيء اللي صار. ايش المشاكل هي انه بتعاني مريضة او شيء هي خبرة؟ هي بال 21/3/2017 صار معها نفس الحالة، وتعالجت وعالجوها عند أحسن أطباء بلبنان، أطباء نفسية، وصحت وما مبين عليها شيء خالص. الجيران والأهل هون كلهم بيعرفوها بنت مرة كتير حنونة على أولادها،
وحتى حالتها المادية مرتاحين حالتها المادية، يعني ما بيعانوا أي مشاكل لا مادية ولا نفسية ولا شيء أبدا. في الذكرى 43 للحرب اللبنانية وعلى بعد 23 يوما من الانتخابات النيابية، عقدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان مؤتمرا صحفيا أمام خيمة انتظار الأهالي في حديقة جبران مقابل الإسكوا، أعلنوا فيه لائحة المفقودين في كل لبنان، وطالبوا اللوائح 77 المتنافسة بحمل هذه القضية إلى البرلمان النيابي. من أمام خيمة انتظارنا على مسمع الأهالي الحاضرين منهم والمتغيبين، وعلى مسمع من رحل منهم، وعلى مسمع الشريك الحاضر الغائب غازي عاد، نتوجه إلى اللوائح 77 وبواسطتهم إلى جميع اللبنانيات واللبنانيين باسم لائحة المفقودين في كل لبنان. قد تستغربون هذه اللائحة، قد تعتبرونها طرحت على سبيل السخرية أو المزاح. لا يا سادة، المفقودون أسمى من أن نتلاعب بهم وبقضيتهم، يكفيهم ويكفينا تلاعبا بمصيرهم وتعتيما عليهم. ولن نصوت كلائحة وكلجنة وكأفراد إلا للوائح التي تتبنى في برامجها الانتخابية قضية المفقودين بشكل واضح لا لبس فيه. في ذكرى الحرب الأهلية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح له أن 13 نيسان عبرة لنا ولكل اللبنانيين كي ندرك أن سلمنا الأهلي ووحدتنا الوطنية خط أحمر. بدوره غرد رئيس الحكومة سعد الحريري على صفحته الخاصة على موقع تويتر قائلا: 13 نيسان 1975 يوم أسود أضرم نار الفتنة بين اللبنانيين وشرع على بوابة لسقوط الدولة، نتذكره ليبقى عبرة لمن يجب أن يعتبر إن الخروج على الشرعية والعيش المشترك باب من أبواب جهنم. رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي غرد أيضا في الذكرى قائلا: عساها تكون ذكرى للنهوض بلبنان والحفاظ على أمنه واستقراره ودعم ازدهاره، وأرفق التغريدة بهاشتاج الحرب الأهلية اللبنانية. التيار الوطني الحر يؤكد من بكركي أنه لا يمكن لأحد اتهامه بالفساد، ورئيسه جبران باسيل يدافع عن حقوق الأرمن حكوميا ونيابيا. خص رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بزيارة على رأس وفد موسع من التيار هنأه بعيد الفصح. اللقاء كان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضايا وطنية عدة على رأسها ملف الكهرباء والإصلاحات المطلوبة في قانون الانتخابات، وقد أكد التيار نيته متابعة نضاله في هذا الخصوص حتى إقرار الإصلاحات المطلوبة بعد الانتخابات النيابية. أوضح زميلنا معالي الوزير شزار أبي خليل لغبطة أبينا البطرك كل حيثيات ملف الكهرباء، وواضح صار انه في فريق بالبلد مع الاسف ما بده يجيب الكهرباء للمواطنين. ما حدا بيقدر اطلاقا يزايد علينا او يشير لنا بالبنان على ارتكابات فساد رشاوى هدر. وفد التيار الوطني زار كذلك مقر حزب التشناق، والتقى أمينه العام النائب أجوب بكرادونيان الذي أكد عمق التواصل مع العهد ومع التيار ليس في الانتخابات وحسب، بل في مسيرة بناء الدولة ومحاربة الفساد. اليوم والعهد نحن داعمين، ونحن مع العهد ما فينا نكون إلا سوا. أنا بدعي كل الناخبين المواطنين بمواقع وجودهم أنه ينتخبوا لوائح الطيار والتشناق. كان الحزب الوحيد يلي بكل المناطق اللبنانية تحالفنا نحن وياه هو حزب التشناق، وهذا الشيء الطبيعي. كمان رحنا خطوة إضافية بأن عززناه باختيار مرشح مشترك بين التشناق والتيار، هو الأستاذ أليكسي، يلي كمان لأنه بالتكتل قلنا ما في فرق، ولأنه رح نكون كلنا سوا بالتكتل ما في فرق مين بينجح بمرشحينا
طالما مين ما بده ينجح رح يكون بتكتل اللي بده ينبسق بعد الانتخابات. نحن بنعتبر كل المرشحين مشتركين طبيعي ونحن رح نودي لك كل المرشحين الناجحين وانت بتودي لنا اياهم. وبهمنا انه الارمن ياخذوا حقهم وتمثيلهم الكامل مش بس بالنيابه. رح تعطوا اصوات لنائب المر كمان مثل ما عملتوا هذيك المره؟ وردا على سؤال حول جولاته الاغترابية رد باسيل بالقول: واجبنا أن نعمل للانتشار أكثر إن كنت في الخارجية أو في خارجها. طالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك بشار الراعي في بكركي، طالب رئيس الجمهورية برد قانون الموازنة قبل نشره في الجريدة الرسمية لما تسببه المادة 50 من تداعيات لم يلحظها البعض، معتبرا أن المشكلة ليست بتملك الأجانب بشكل خاص بل هي مشكلة الإقامة الدائمة. المشكلة فيها منا بتملك الأجانب بشكل خاص، إنما هي بشكل أكبر هي مشكلة الإقامة الدائمة، لأنه هذه الإقامة اليوم هي المشكلة، لأنه هذه الإقامة بعد فترة 10 سنين بتعطي حقوق، هذه الإقامة بعد فترة معينة بتعطي حقوق مطالبة هؤلاء بالجنسية، وممكن يتعرض لبنان بعد فترة إلى ضغط من أجل أعطاء هذه الجنسية إذا كانت الإقامة على مدة طويلة. بالتالي الشيء يلي شرحناه نحن انه مش اذا غيروا العباره من اقامه دائمه لاقامه مؤقته يعني تغير المضمون، بعده المضمون ذاته، بعده مرتبطه الاقامه بالملكيه، بالتالي اذا الملكيه كانت دائمه رح تكون الإقامة دائمة. نطلب من فخامة الرئيس يرد هذا القانون بأكمله يلي بيتضمن مخالفات دستورية كتير 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 كبيرة وكتير عديدة، تجنبا لهالمشكلة الكبيرة يلي ممكن تترتب من إقرار هذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية. بعد الإعلان، مؤتمر باريس معبد بالأفكار. أهلا بكم من جديد. اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن في صلب دور الرئيس تأتي أولوية الحفاظ على الدستور والقوانين كونها الأساس الحقيقي لممارسة السلطة من خلالها، وقال: حيثما لا يتم احترام الدستور والقوانين تعم الفوضى وتندلع الثورات. كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة رئيس الرابطة العربية لخريجي كلية الحقوق في جامعة هارفارد المحامي كريم أبيسي، مع وفد من خريجي كلية وعدد من المحامين المشاركين في الندوة التي تنظمها الرابطة في بيروت. كما التقى الرئيس عون حاكم مصر في لبنان رياض سلامه الذي أكد استقرار الأوضاع النقدية والانعكاسات الإيجابية لمؤتمر سادر على الأسواق المالية اللبنانية، ولا سيما لجهة توفير تمويل خارجي للمشاريع وتعزيز الثقة الدولية بلبنان. الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب يدعو إلى تحرك وطني أمام السفارة الأمريكية ردا على التهديدات الأمريكية بضرب سوريا، ويحذر من تبعات سادر واحد على الطبقة العاملة في لبنان. في مؤتمر صحفي عقده في مركز الحزب الشيوعي اللبناني، لخص الأمين العام للحزب حنا غريب المشهد الإقليمي ودان التهديدات الأمريكية بضرب سوريا، وانتقد سادر واحد مفندا شروطه التي لن تطال سوى الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود. مبادرين للتواصل والتشاور مع كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية ومع كل الهيئات والاتحادات الشبابية والنسائية والنقابية والمدنية للتحرك الفوري أمام سفارتها في لبنان تنديدا بموقفها العدواني ضد سوريا. إن الحزب الشيوعي يحذر من استسهال الإيفاء بتلك الشروط عبر سياسات تقشفية
وإجراءات ضريبية تطال صغار المنتجين وأصحاب الدخل المحدود. لمحت إليها وثائق المؤتمر مثل زيادة الضريبة من جديد على القيمة المضافة، مثل زيادة الرسوم أيضا على المحروقات، مثل إلغاء دعم الكهرباء وخفض تقديمات التقاعد للعاملين في القطاع العام، وخفض التقديمات الصحية وإعادة هندسة منظومات التقاعد والتقديمات الاجتماعية الممنوحة للعمال وللموظفين، فضلا عن ضبط أكبر لفاتورة الأجور والإنفاق الاجتماعي عموما، ما يعني المزيد من تجميدها بعد أن جمدوها لعشرين عاما مضت. ورأى غريب أن لا إصلاح اقتصادي واجتماعي من دون إجراء إصلاح سياسي وتغيير السلطة الحاكمة. أدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري صلاة الجمعة في جامع الفاروق في منطقة الزيدانية في بيروت، حيث كانت في استقباله حشود من أبناء المنطقة قبل أن ينتقل إلى الجنوب، حيث يقوم بجولة انتخابية تشمل قرى العرقوب وشبعة وحاصبية ومرجعيون. وكان الحريري قد عقد لقاءات مسائية في بيت الوسط مع وجهاء وفعاليات من آل الطبش وآل جارودي بحضور المرشحة رولا الجارودي، وأكد أن تيار المستقبل يمتلك برنامجا سياسيا وانتخابيا واضحا للجميع وقد ترجمه على الأرض في البلد في خلال العام ونصف العام الماضيين، وقال لقد حققنا إنجازات كبرى بفضل الجو السائد من التوافق. كما تطرق الحريري إلى نتائج سادر وملف الكهرباء. ونحن انجزنا اصلاحات يعني وعملنا وزدنا الموارد تبعيد الدوله، نحن علينا نستكمل الاصلاحات اللي يجب علينا ان نقوم فيها، وانا ما عندي شك انه نحن قادرين ننزل كل سنه 1%. بس وين الفكره الاساسيه؟ نحن اذا نحن بنعالج موضوع الكهرباء فقط، هالمليارين دولار اللي بندفعهم كل سنه لو بنعالجهم، هذه اربع نقاط. صندوق الدولة النقد الدولي شو قال؟ نحن خلال 5 سنين يجب علينا كل سنة ننزل نقطة. إذا نحن حلينا بسنة واحدة موضوع الكهرباء، أنا عارف إنه نحن قادرين نحله، يكون أو يعني خلال 2 سنين نزلنا 4 نقاط. بعد الإعلان لافروف هجوم دوما مسرحية. أهلا بكم من جديد. الألاف في غزة والضفة الغربية يشاركون في جمعة رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل، شعار الجمعة الثالثة من مسيرات العودة الكبرى. استهل الفلسطينيون صباح الجمعة الثالثة من فعاليات ومسيرات العودة الكبرى بالزحف صوب المناطق الحدودية من رفح جنوبا إلى بيت حنون شمالا في قطاع غزة. هذه الجمعة حملت شعار جمعة حرق العلم الإسرائيلي ورفع الأعلام الفلسطينية، وبدأت بإحراق المشاركين آلاف الإطارات المطاطية على طول الشريط الحدودي وقرب السياج الفاصل مع الاحتلال لتأليف جدار من الدخان الأسود، أملا في حجب الرؤية على قناصة وجنود العدو الذين يستهدفون الشبان المشاركين في المسيرات السلمية الحدودية. وكعادتهم بدأ جنود الاحتلال نهارهم بالترصد للمسيرات السلمية ولم يتوانوا عن استهداف المشاركين بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص الحي بزعم محاولتهم الاقتراب من الشريط الأمني الحدودي للقطاع واجتيازه، ما أوقع عددا من الإصابات. وضمن التحضيرات لهذه الجمعة ثبت الفلسطينيون سارية بارتفاع 25 مترا لرفع علم فلسطين عليها قرب الحدود الشرقية لشمالي قطاع غزة، ليكون بذلك أطول علم يرفع ضمن فعاليات اليوم في وجه جيش الاحتلال المتمركز على الجانب الآخر من السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة والعدو. هذا وشهدت سماء المنطقة الحدودية عند مخيمات العودة إطلاق مئات الطائرات الورقية الملونة بألوان العلم الفلسطيني.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لدى بلاده أدلة دامغة على أن الهجوم الكيميائي في دوما بسوريا ليس إلا مسرحية بمشاركة استخبارات أجنبية. وذكر لافروف في خلال مؤتمر صحفي في موسكو أن لجنة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توجهت إلى سوريا، وقال: نعول على أن تتجه اللجنة من دون مماطلة إلى دوما، حيث لم يجد خبراؤنا الذين فحصوا هذا المكان أي أدلة على استخدام أسلحة كيميائية. لدينا أدلة قاطعة على أن ذلك كان مسرحية، وتوجد في هذه المسرحية يد أجهزة أمن واستخبارات دولة معينة تسعى الآن لتكون في الصفوف الأولى للحملة المناهضة لروسيا. أعتقد أن أحدا لن يجرؤ على المغامرة في سوريا وفقا للسيناريو الليبي والعراقي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أنهى اجتماعاته مع مجلس الأمن القومي الأمريكي دون اتخاذ قرار نهائي بشأن الرد على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا. ووفقا لوكالة رويترز، فإن البيت الأبيض أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي ستواصل تقييم المعطيات الاستخباراتية والتشاور مع الحلفاء والشركاء. وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيجري في وقت لاحق اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن سوريا. كان في هذه النشرة: جريمة مروعة في عكار، أم تذبح طفلتيها على فراش النوم. مالي غدي انت يا حبيبتي، ولي يا ابو علاء، ولي يا ابو علاء سلامتك. نزلنا لقينا بنت من البنات، هن عندها بنتين، ذابحة وحدة طعنتها بالسكين برقبتها، والثانية كمان محاولة تذبحها بس هي السكين ما ساعدتها، وراحت سلمت حالها للجيش دوري على الفور. في ذكرى 13 نيسان إطلاق لائحة المفقودين في كل لبنان. ولن نصوت إلا للوائح التي تتبنى في برامجها الانتخابية قضية المفقودين بشكل واضح لا لبس فيه. باسيل على رأس وفد بين بكركي والطشناق. بهمنا أنه الأرمن ياخدوا حقهم وتمثيلهم الكامل مش بس بالنيابة. الجميل ينتفض من بكركي على المادة 50. نطلب من فخامة الرئيس يرد هذا القانون بأكمله يلي بيتضمن مخالفات دستورية كتير 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 كبيرة وكتير عديدة. جمعة رفع العلم الفلسطيني، مسيرات وإصابات برصاص الاحتلال. في الختام شكرا للمتابعة، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء.